بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربه بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الإخوة في الله، نسأل الله عز وجل أن يكون مجلس خير وبركة وعلم نافع، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نسمعه وما نقوله حجة لنا لا حجة علينا. أيها الإخوة في الله، تكلمنا على شيء من أركان الإيمان وأسس الدين التي يقوم عليها الإيمان بالله عز وجل، كما في حديث جبريل الطويل عليه السلام لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمور الإسلام والإيمان والإحسان واليوم الآخر وعلامات الساعة وما يتعلق بذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب جبريل وانتهى من أسئلته: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فمراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، ولكل مرتبة أركانها ولها دلالاتها وما يتعلق بها من أمور الأحكام وأمور العبادات. والقرآن الكريم والسنة النبوية هما مصدر العلم النافع، وهما اللذان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعهما، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالكتاب والسنة هما المنهج الصحيح، وهما العلم النافع، وهما اللذان يدلان على العمل الصالح، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم 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 ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما لم يكن ديناً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس اليوم بدين، لأن الله عز وجل قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن الكريم عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمنهجنا منهج أهل السنة والجماعة، وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين نقلوا لنا هذا الدين، فلم يصلنا القرآن ولا السنة إلا من طريقهم، من طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عدلهم الله ووثقهم ورضي عنهم، وقال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالصحابة هم الذين نقلوا لنا الدين، ونقلوا لنا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، نقلوا أقواله
ونقلوا أعماله ونقلوا صفاته الخلقية والخلقية، ولم يتركوا شيئاً مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ونقلوه لنا، حتى ما يدور في بيوت زوجاته عليه الصلاة والسلام نقلها لنا أمهات المؤمنين كحفصة وعائشة وأم سلمة وغيرهم من أمهات المؤمنين، نقلوا لنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وما كان يفعل، حتى في غسل الجنابة نقلت لنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغتسلان غسل الجنابة. وهذه أمور العظماء لا يعرف الناس عن حياتهم الخاصة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحياته العامة وحياته الخاصة واضحة للأمة كلها، نقلها الصحابة ونقلها أمهات المؤمنين. ولذلك نزل قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونزل قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وهو القدوة، وهو الذي يجب أن نأخذ عنه وأن نهتدي بهديه وأن نسلك طريقه، فليس هناك طريق إلى السعادة ولا طريق إلى الجنة ولا نجاة من النار إلا باتباع هذا الرسول النبي الأمي القرشي المكي عليه الصلاة والسلام، الذي بعثه الله عز وجل لهذه الأمة بشيراً ونذيراً وسراجاً منيراً، فلم يترك عليه الصلاة والسلام أمراً من أمور الدين إلا وبينه وبلغ البلاغ المبين، وخطب في المسلمين في حجة الوداع الحجة الأخيرة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وكانت آخر حجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحج معه أكثر من 100,000 من الصحابة رضي الله عنهم من مكة والمدينة ومن الطائف ومن غيرها من أنحاء الجزيرة العربية، أتوا إلى الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطبهم في يوم عرفة وبين لهم وقال: إن أباكم واحد وإن دينكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، ينصح أمته ويبين لها الحق وأنه يجب عليها أن تجتمع على الكتاب والسنة وأن لا تتقاتل فيما بينها ولا أن تتقاطع. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، هل بلغت لكم البلاغ المبين؟ قال الصحابة رضي الله عنهم: اللهم نعم. فيقول عليه الصلاة والسلام، يرفع يده إلى السماء ثم ينكسها ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فلم يفارق عليه الصلاة والسلام الدنيا إلا وقد بين للناس ما يجب عليهم وما يحرم وما ينبغي أن يفعلوه وما ينبغي أن يتركوه، فلم يترك عليه الصلاة والسلام أمراً من أمور الدنيا والآخرة إلا بيّنها للأمة ووضحها البيان الشافي والبيان الكافي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا في الدروس السابقة أن أركان الإيمان التي ذكرها جبريل في حديثه الطويل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم له عندما سأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة. وتكلمنا عن الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، ونتحدث اليوم عن الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين، بل هو من الإيمان بالغيب. وفي سورة البقرة في صفة المؤمنين في أول السورة، أول ما وصف المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالإيمان بالغيب، الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالملائكة، والإيمان باليوم الآخر، كلها من الإيمان بالغيب الذي يجب أن على كل مسلم أن يؤمن بما جاء في القرآن والسنة وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي ستحدث في المستقبل. ما يكون في آخر الزمان، وما يكون في القبر، وما يكون في يوم القيامة من الحساب والجزاء ومن الصراط والميزان والصحف والكوثر، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وما أعد الله تعالى لعباده المؤمنين من النعيم المقيم في جنات عدن، وما أعده من العذاب الأليم في النار والعياذ بالله للكفار والعصاة والمعاندين والذين ردوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. فمن الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر، وما يكون قبل اليوم الآخر من عذاب القبر ونعيمه، وقد ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم في المقبرة يقبرون أحد الصحابة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفا القبر ومعه مخصرة ينكث بها عود ينكث به في الأرض، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملائكة معهم حنوط وأكفان من الجنة وجلسوا منه مد البصر، فإذا جاء ملك الموت واستل روحه لم يتركوها في يده طرفة عين، أخذوا روح المؤمن ثم جعلوها في تلك الأكفان ثم عرجوا بها إلى السماء، فإذا مروا بملائكة وشموا لها الريح الطيبة قالوا: ما هذه الريح الروح الطيبة؟ ما هذه الريح التي تخرج منه كأطيب ما تجد من الروائح العطرية؟ فإنهم يقولون: هذه روح فلان ابن فلان. تقول الملائكة للملائكة الآخرين: هذه روح المؤمن فلان ابن فلان، الذين كانوا يعرفونه بالصلاح وبأعمال الخير وبأداء الصلوات وبأداء الزكاة وبأداء أركان الإسلام وبعمل الخير، وعمله الصالح يصعد مساء صباحا مساء. قالوا: هذه روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء إليه. فإذا صعدوا بها إلى السماء قال الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم ردوا روحه إلى الأرض، فتنزل روحه إلى جسده، فيأتيه ملكان فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وإنه ليسمع قرع نعال أهله وأصحابه الذين دفنوه ساعة ما ينزل في قبره، وقد وضعوا عليه الأحجار والتراب ولم يغادر عنه، وإنه ليسمع قرع نعالهم. أتاه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فأما المؤمن الصالح فيقول: ربي الله. وما دينك؟ يقول: ديني الإسلام.
وما تقول في هذا الرجل؟ يعنون نبيك صلى الله عليه وسلم، فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون بهذا عرفناك، فيفرشون له فرشا من الجنة، ويمد له في قبره مد البصر 70 ذراعا أو أكثر، ثم يفتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويقال له نم نومة العروس، ويأتيه رجل حسن الهيئة، حسن المنظر، جميل المنظر، طيب الرائحة، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، ورائحتك الطيبة، فيقول له أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنا أنيسك في قبرك إلى يوم القيامة. ويقال له لهذا المؤمن الصالح نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب الناس إليها، فيقول وقد رأى مقعده من الجنة، يقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي، حتى أرجع إلى أهلي. هذا هو المؤمن، لما يرى من كرامة الله عز وجل له في قبره يتمنى أن تقوم الساعة ليذهب إلى الجنة، لأنه يدرك هذا النعيم، يأتيه شيء من روح الجنة ومن طيبها ومن نسيمها، ويرى مقعده من الجنة. هذا هو المؤمن الذي مات على التوحيد، مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت الحرام وأدى أمور العبادات وسار في حياته مسيرة الصالحين، آمن بالله وآمن برسله وآمن بملائكته وكتبه وآمن باليوم الآخر وآمن بالقدر خيره وشره، أدى أركان الإسلام وأركان الإيمان، عمل الأعمال الصالحة باراً بوالديه، واصلاً لأرحامه، عاملاً بأعمال الخير، محسناً إلى الفقراء والمساكين، هذا جزاؤه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله عز وجل لا يظلم الناس شيئاً، إن الله لا يظلم الناس شيئاً، الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، يجازي العبد على كل عمل صالح عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أي عمل صالح لا تحقر من المعروف شيئا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، تبسمك في وجه أخيك صدقة، كل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإصلاح بين الناس صدقة، وتعين ذا الحاجة وتحمل حاجته وتعينه عليها صدقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كل هذه الحسنات تجدها في صحيفتك، تجدها معك في قبرك، إذا جاء الزبانية والملائكة من كل ناحية تجد الصلاة عند رأسك، وتجد الصيام عن يمينك، وتجد الحج عن يسارك، وتجد غسل الجنابة عند قدميك، كلها تدافع عنك. يأتي العبد يوم القيامة حامل القرآن، العامل بالقرآن، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تظلل صاحبها يوم القيامة. هذا هو المؤمن. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل ليس بظالم، لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، كل عمل صغير وكبير عملته تجده يوم القيامة أمامك،
فأنت في حاجة إلى استغفار، إلى ذكر، إلى تسبيح، إلى صدقة، إلى ركعة، إلى سجود. أهل القبور قد انقطعت أعمالهم، يتمنى الواحد منهم السجدة، يتمنى الواحد منهم التسبيحة، يتمنى واحد منهم أن يصلي لله ركعة، يتمنى الواحد منهم أن يتصدق صدقة، ولكن انتهى الأجل وختم على العمل. يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ هي حياة القبر، بين الحياة الدنيا وحياة الآخرة البرزخ، حياة القبر. ونحن المسلمون أهل السنة والجماعة نؤمن بما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه، وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من أن العباد يسألون في قبورهم، وأن القبر أول منازل الآخرة. كان عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد ذو النورين، عثمان بن عفان، كان إذا ذكر القبر بكى رضي الله عنه. قيل: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: إن القبر هو أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، انقطاع من الدنيا وانتقال إلى حياة أخرى، فما أدري ماذا أقابل رسل ربي، يعني بماذا أجيب الملائكة، ماذا أقول لهم. وهذا هو عثمان، أحد العشر المبشرين بالجنة، أمير المؤمنين الذي جهز جيش العسرة بأكثر من 1000 بعير عليها أحلاسها وأقتابها، وقال عليه الصلاة والسلام فيه: ما على عثمان ما صنع بعد اليوم. ولما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، في صلح الحديبية، أرسله إلى مكة إلى قريش رسولاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، للصلح وللسماح للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يدخلوا مكة وأن يؤدوا العمرة، وكانوا محرمين ومعهم الهدي، أرسل عثمان رسولاً إلى قريش يفاوضهم، فأشاع الناس أن عثمان قد قتل، فبايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال، على الجهاد، على جهاد الكفار، بايعوه على الموت، لأنه وصلهم خبر أن عثمان قتله الكفار في مكة، فحصلت بيعة الرضوان، وهذه من بركات عثمان. وكان الخبر ليس صحيحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بايعه الصحابة كلهم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا. لما انتهى الصحابة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: وهذه عن عثمان عليه الصلاة والسلام. هذا الشرف، النبي صلى الله عليه وسلم جعل يديه بعضها فوق بعض، قال: هذه عن عثمان ابن عفان، عثمان الذي غفر الله له بسبب صلاحه وبذله في الجهاد في سبيل الله. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. إذا ذكر القبر بكى رضي الله عنه، ويقول: ما أدري ماذا أقول لرسل ربي، يعني ماذا أجيب رسل ربي في القبر إذا سألوني عن ديني وعن نبيي وعن ربي، ماذا أقول؟ لأن الموقف عظيم. هذه الملائكة خلق جديد لا تعرفهم، ورد أنهم ملكان عظيمان أزرقان أسودان فيهما منظر عظيم، يسألان العبد، فأما المؤمن فيجيب، وأما الكافر والمنافق والعياذ بالله فإنه يقول، عندما تقول له الملائكة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.
الكافر المنافق هؤلاء لا يجيبون في القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمنين يثبتون في قبورهم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم في الدنيا ويثبتهم في الآخرة يعني في القبر، ويثبتهم على الصراط يوم القيامة. أما الكافر فيقول وتسأله الملائكة من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فتقول الملائكة لا دريت ولا تليت، فيضربانه بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لانساح، فيصيح فيسمعه كل شيء إلا الإنس والجن، ولو سمعه الناس لصعقوا. قال عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لأسمع، دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وسمع العذاب في داخلها، فقال من هؤلاء؟ ستة أقبر، ستة قبور يسمع الصياح والعذاب داخل هذه القبور. قال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء هذه قبور مشركين قبروا قبل الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. فتأتي الملائكة فتضرب الكافر والمنافق بهذه المرزبة من حديد فيصيح فيسمعه كل شيء، الحيوانات كلها تسمع والطيور، ولو سمعه الإنس والجن لصعقوا ولما طابت لهم الحياة. لو أننا نسمع أصوات المعذبين في قبورهم هل يطيب لنا الحياة؟ هل تطيب لنا الحياة؟ هل يطيب لنا الأكل والشرب والنوم ونحن نسمع المعذبين في قبورهم؟ ولكن من نعمة الله ورحمته وحكمته أن أخفى عنا ما يدور في القبور، ليختبر إيماننا، ليختبر إيماننا هل نصدق أو نكذب. فنحن المسلمون نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، ونؤمن أن القبر إما روضة من رياض الجنة للمؤمن، وإما حفرة من حفر النار للكافر والعياذ بالله. فالكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت الملائكة معهم مسوح من النار وأكفان من النار والعياذ بالله، فإذا جاء ملك الموت واستل روح الكافر أو المنافق لم تتركه الملائكة معه لحظة، فيأخذونها ويضعونها في هذه المسوح، والمسوح هي لباس فيه شعر، يعني أنه لباس خشن، فتضعه الملائكة في هذه المسوح ثم تصعد به إلى السماء، ويخرج منه أنتن ريح وأخس ريح شمت على وجه الأرض. فإذا صعدوا به إلى السماء سأل الملائكة ما هذه الريح الخبيثة؟ ما هذه الريح الخبيثة؟ قالوا هذه روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. فإذا وصلت إلى السماء أغلقت السماء دونها، ثم طرحت روحه طرحا، إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ترمي بروحه الملائكة رميا، لأنه لا يستحق أن يحمل ولا يستحق التكريم، فتلقى روحه والعياذ بالله روح الكافر وروح المنافق، فترجع إلى جسده، فتأتيه الملائكة فتسأله فلا يجيب، ويفتح له باب إلى النار والعياذ بالله، ويفتح له باب إلى النار يأتيه من حرها وسمومها وسعيرها، فيقول ربي لا تقم الساعة، يفرش له فرش من النار، ويفتح له باب إلى النار ويرى مقعده من الجنة لو كان آمن،
يقال له ذاك مقعدك من الجنة لو آمنت، وهذا مقعدك من النار لأنك كفرت أو نافقت، فهذا مصيرك. ويفرش له فرش من النار، ويأتيه رجل خبيث الرائحة بشع الوجه كريه المنظر، فيأتيه فيجلس معه فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي بالخير، ورائحتك الكريهة. فيقول: أنا عملك الخبيث، أنا عملك السيء، أنا جليسك إلى قيام الساعة. فيقول مع أنه في هذا العذاب يقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، والعياذ بالله، لأنه يعلم ما أعد الله تعالى له من العذاب يوم القيامة. وعذاب القبر ونعيمه ثابت في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا من أقوى الأدلة على عذاب القبر. فرعون ومن معه من الطغاة الذين كذبوا موسى وآذوه ولم يؤمنوا برسالته، قال الله عز وجل فيهم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى عن قوم نوح عليه السلام: أغرقوا فأدخلوا نارا. أغرقوا ثم أحرقوا. قوم نوح لما أنهم كذبوه وبقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، نوح عليه السلام هو أول رسل الله إلى الأرض، بقي في قومه 950 عام يدعوهم إلى الله، فما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا رجال يعدون على الأصابع. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخر الآيات، إلى أن قال نوح: وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقال الله عز وجل عن نوح: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أرسل الله السماء وأخرج العيون من الأرض حتى فار التنور، تنور الخبز صار يخرج منه الماء، وطغى الماء على رؤوس الجبال، فأغرق الله من على الأرض كلهم لأنهم لم يستجيبوا لدعوة نوح عليه السلام. حتى ابن نوح، نوح يقول لابنه: يا بني اركب معنا، اركب في السفينة. نوح كان يصنع السفينة على اليبس، أتى بالأخشاب وصنع السفينة، وكان الكفار يمرون به ويسخرون منه، يقولون: تعمل سفينة على الأرض اليبس؟ وهو يعلم بالوحي أن الأرض والسماء ستمطر الماء وسيطغى الماء على رؤوس الجبال، ولا نجاة إلا في هذه السفينة، سفينة نوح، التي لما حصل الطوفان قل: نسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه، ما نفع ابنه، يناديه يركب معنا: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أنا سأصعد إلى جبل، تعلق بالمادة، تعلق بشيء مخلوق. قال له نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
فما نفع نوح ابنه لأنه مات على الكفر، وما نفع إبراهيم والده لأنه مات على الكفر، وما نفع الرسول عليه الصلاة والسلام عمه أبي طالب في إخراجه من النار إلى الجنة لأنه مات على الكفر، ويقول له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فالشاهد أن قوم نوح لما أغرقوا أحرقوا، يعني انتقلوا من البحار من الماء إلى جهنم والعياذ بالله إلى النار. طيب من مات في وتخطفته الطير أو أكلته السباع أو ماذا يحصل له؟ يحصل له ما يحصل لمن كالذي قبر في قبره، يسأل وتجمع عظامه ورفاته ويجلس وتأتيه الملائكة وتسأله عن ربه وعن دينه وعن نبيه. ويروى في الحديث الصحيح في البخاري أن رجلا كان كثير المعاصي فقال لأبنائه يا أبنائي إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني، ثم إذا جاء يوم شديد الرياح فذروني فيها، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما يعذبه أحدا من العالمين. هذا من شدة خوفه من الله، شدة خوفه من الله أوصى أولاده إذا مات أن يحرقوه وأن يطحنوه وأن يذروه للرياح. قال والله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات أحرق أولاده جثته وطحنوها وذروها في الرياح. فقال الله للبر ائت بما فيك، وقال الله للبحر ائت بما فيك، ثم أعاده الله كما كان. قال لما فعلت يا عبدي بهذا؟ لما فعلت هذا بنفسك؟ لماذا أوصيت أبنائك بهذا؟ قال خوفا منك يا ربي فعلت هذا. فغفر الله له وأدخله الجنة، لأنه مات على التوحيد لكن عنده معاصي، بخوفه من الله عز وجل أوصى أولاده بهذه الوصية. وهذا اجتهاد منه، وإلا فالمؤمن إذا مات فإنه يكرم، يغسل ويكفن ويطيب بأطيب الرائحة، ويصلى عليه وينقل على الأكتاف وعلى الأعناق، ويذهب به إلى المقبرة ويقبر في قبر نظيف، وتوضع عليه الأحجار والتراب تكرمة له. ثم يجلس المؤمنون والمسلمون الذين معه المشيعين له. إذا مات العبد تبعه ثلاثة، يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يبقى معه عمله. من السنة إذا قبر العبد أن المسلمين الذين يشيعونه ويمشون معه إلى القبر أن يجلسوا بعد دفنه عند قبره يدعون له ويستغفرون له ويسألون له الثبات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبر بعض الصحابة كسعد بن معاذ وغيره وقف عند قبورهم ودعا لهم وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ما ذهب عنه أصحابه؟ الملائكة تجلسه وتسأله اسألوا له التثبيت، استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت. ويروى في الصحيح أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل قال لابنه عبد الله إذا أنا مت ووضعتموني في القبر فاجلسوا عند قبري مدة ما تذبح جزور ثم يقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنظر بماذا أراجع رسل ربي. هذا هو عمرو بن العاص المجاهد الذي فتح مصر وحصل منه الخير الكثير
جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الخلفاء الراشدين، يقول اجلسوا معي مدة أن تذبح جزور ثم يقسم ويوزع لحمها لعلي أنظر بماذا أراجع رسل ربي. فالمؤمن في روضة من رياض الجنة، والكافر والعياذ بالله في حفرة من حفر النار، يأتيه من سمومها وحرها وعذابها. فماذا العبد، ماذا يصنع لنفسه؟ المؤمن يسعى في فكاك نفسه، يعمل الصالحات، يجتنب المحرمات، لا يقع في الشرك، لا يقع في الكبائر. الله عز وجل يغفر الذنوب الصغائر بالصلاة والاستغفار والدعاء، ولا يغفر الكبائر إلا بالتوبة، بالتوبة النصوح الصادقة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح لها شروط، لها ثلاثة شروط إذا كانت متعلقة بالله عز وجل، وأربعة شروط إذا كانت متعلقة بحقوق العباد. وهو أولا الإقلاع عن الذنب والندم على الذنب، أن يقلع عنه وأن يندم على الذنب. الندم توبة في الحديث، إذا وقعت منه معصية يندم ويتحسر ويتمنى أنه لم يفعل هذه المعصية، ويكثر من الاستغفار ويكثر من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذا عملت سيئة فاستغفر واعمل حسنة، الحسنة تمحو السيئة. استعجل بأن تستغفر وتتوب. فالندم توبة، أن يقلع العبد عن المعصية، هذا الشرط الأول، شرط قبول التوبة، أن يقلع عنها، أن يندم عليها، أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا. ما هو يتوب توبة المتلاعب، يتوب مثلا من شرب الخمر ثم يعاقرها، يتوب من الزنا ثم يعود إليه، هذه ليست توبة. هذه توبة المتلاعب. لكن يتوب توبة نصوحة، يعزم على أن لا يعود للذنب مرة أخرى. فإن عاد بعد العزيمة وبعد الإقلاع فليجدد التوبة، لأن الله عز وجل يغفر للعبد ما دام صادقا في توبته. حتى لو وقع في الذنب مرة أخرى فإن الله عز وجل يغفر له ما دام صادقا في توبته، ليس متلاعبا ولا مستهترا. ويقول الله عز وجل عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يقول للملائكة أشهدكم أني قد غفرت لعبدي. ولا يزال الله يغفر للعباد ما داموا يستغفرون ويتوبون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له الصحابة قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فالرسول عليه الصلاة والسلام عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا الصحابة يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار، يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ومن قال 3 مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله له ذنوبه. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في يوم غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زمد البحر. الله كريم، أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، لا يهلك عليه إلا شقي، لا يهلك على الله عز وجل إلا شقي. إن الله يغفر الذنوب جميعا،
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه أرجى آية في القرآن، أن الله يغفر الذنوب جميعا ما دام العبد صادقا في توبته وصادقا في استغفاره، وإذا عمل حسنات فإن الحسنات تمحو السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أكثر من الذكر، أكثر من الاستغفار، أكثر من الصلاة، صلاة النافلة، أكثر من قراءة القرآن، فكل حرف بعشر حسنات. ألف لام ميم فيها 30 حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحسنات تذهب السيئات. والشرط الرابع إذا كانت حقوق للعباد أن تتسامح منهم، إن أخذت منه مالا ترد إليه ماله، إن تكلمت في عرضه أو اغتبته أن تطلب منه السماح. يا أخي تكلمت في عرضك فاصفح لي واسمح لي، فإن لم يستطع فليدعو لأخيه، وإن تكلم عنه في مكان يحط فيه من قدره فليتكلم في مكان فيه يذب عن عرضه. هذا حق المسلمين على المسلمين. الغيبة والنميمة من أعظم الذنوب ومن الكبائر. لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فسمع العذاب فيهما فقال إنهما ليعذبان، معه الصحابة رضي الله عنهم، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، إذا بال قام سريعا وتناثر بوله على ثيابه فتكون النجاسة فلا تقبل له الصلاة، لأن العبد لابد أن يستبرئ من بوله، إما أن يستجمر ثم يستنجي وهذا هو الكمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستجمر بالأحجار ويستنجي بالماء وينتظر حتى ينتهي البول وتنتهي قطرات البول. أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول. وفي الحديث الآخر عامة عذاب القبر من البول، لا يتنزه من بوله، يستعجل. فلابد أن يتنزه العبد من بوله حتى يصح وضوءه وتصح صلاته وتبقى ثيابه طاهرة. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس يفسد. يا أبا حذيفة لو سمعت محمد إيش يقول فيك، سبك وتكلم فيك، فأنت يوغر صدره عليك. هذه هي النميمة، القالة بين الناس، يسمع فلانا يتكلم في فلان فينقل منه. وروي أن رجلا سب رجلا من العلماء، سب رجلا من عالما، فأتى واحد من هؤلاء وقال له إن فلانا قد تكلم فيك في المجلس الفلاني. فقال العالم هو رماني بسهم وأنت أخذت السهم ووصلته إلي، لماذا تنقل كلامه؟ فلا يجوز للمسلم أن ينقل الكلام على جهة الإفساد. لا تنقل ولا تنمي إلا خيرا. قال عليه الصلاة والسلام يفسد النمام في الساعة الواحدة ما لا يفسده الساحر في عام كامل، سنة كاملة ما يفسد الساحر ما يفسد النمام في ساعة واحدة. فلا يدخل الجنة نمام. والنمام القتات هو النمام الذي ينقل الكلام بين المسلمين على جهة الناس، فيفرق بين الإخوان ويشتت بين الأرحام ويسيء بين الناس ويعمل الفرقة ويوغر الصدور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وهم من هم في إيمانهم وتقواهم، يقول لهم لا أحد منكم يذكر عندي أصحابي فيوغر صدري عليهم، إني أحب أن أخرج إلى أصحابي وأنا سليم الصدر.
هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تنقلوا لي عن أصحابي شيئا فتوغرون صدري عليهم، إني أحب أن ألقى صحابتي وأنا سليم الصدر. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين أن يطهروا مجالسهم من القالة، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. والذين تكلموا في الصحابة رضي الله عنهم في غزوة تبوك من المنافقين، في غزوة تبوك المنافقون ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد، لجهاد الروم في غزوة تبوك. ثم إن المنافقين تجمعوا فيما بينهم وقالوا كلاما في الصحابة وفي الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون الرسول والصحابة، أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني هم كثير الكذب وأنهم جبناء وأنهم بخلاء. فنزل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بهذا الكلام الذي قاله هؤلاء المنافقون. فأتوا لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن الوحي أخبرهم ونزلت الآيات، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعض الناس يعني يحب أن يضحك جلساءه فيستهزئ بشيء من الدين أو بشيء من الإسلام أو بشيء من الصالحين والعلماء، فلان لو رأيتم لحيته أو رأيتم فلان وثيابه القصيرة أو رأيتم فلان وهو يستاك، يطعن أو يغض من قيمة هؤلاء العلماء والصالحين والمؤمنين. رأيتم فلان كيف يذهب إلى المسجد، يسخرون من المؤمنين، سخر الله منهم. فهؤلاء يستهزئون بالرسول والصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني أنهم جبناء وأنهم كذبة، يعنون الرسول والصحابة. فنزلت الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره بما قال هؤلاء المنافقون، فجاءوا يعتذرون للرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله والله إنما كنا نتكلم حديث الركب، نقطع الطريق نسولف. قال لهم ما يرد عليهم وهو راكب على ناقته وقد تعلقوا بحبال الناقة والحجارة تضرب في أرجلهم وهم يقولون يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نتكلم ونقطع الطريق ونسولف. قال لا يلتفت إليهم ولا يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غاضب من مقالتهم، يقول لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. الكلام في الدين في أهل الدين وفي العلماء، الكلام في الصالحين، الكلام في شيء من القرآن أو السنة أو الاستهزاء بالملائكة أو الكتب أو الرسل، هذا أمر خطير يخرج العبد من الدين. لا يجوز للمسلم أن يستهزئ بشيء من القرآن أو السنة أو العلماء أو ما يتعلق بما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أو تخلق به المؤمنون من أخلاق الإسلام، فتزل قدمك فتقع والعياذ بالله في هذا الذي جاء عن المنافقين، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فما قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم عذرهم وما يرد عليهم إلا أن يتلو عليهم هذه الآيات. وهذه عظة وعبرة للأمة كلها أن لا تستهزئ بشيء من الدين، سواء في ما يسمونه بالنكت أو التسلية في المجالس
أو الكتابة في التويتر أو الفيسبوك أو في الجرائد أو في المجلات أو في غيرها. لا يجوز الاستهزاء بشيء من الدين مما يتعلق بالله أو رسوله أو كتابه أو سنته أو الصالحين أو العلماء أو الدعاة، لأنك تخرج من الدين بسبب كلمة قلتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يهوي بها في النار 70 خريفا، يلقي كلمة يغضب الله عليه ويكتب الله عليه به سخطه إلى قيام الساعة. فالعبد كلامه مسؤول عنه. ولما قال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو نؤاخذ بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشر المبشرين بالجنة، والذي هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 وهو مع الرسول في الغار 2 في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعض لسانه، يقبض على لسانه ويعض عليه. يقول له عمر: ما تفعل يا خليفة رسول الله؟ قال: هذا لساني الذي أوردني المهالك. يعض لسانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه، يعني فرجه، أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه، يعني فخذه، أضمن له الجنة. إذا ضمنت لسانك وضمنت فرجك فالله عز وجل ستلقى فيه خيرا. وورد في الحديث، ونختم به، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل يوم تطلع فيه الشمس تقوم أعضاء الإنسان للسان تقول له: يا لسان، الجوارح كلها، كل إنسان تقوم جوارحه وتقول له: يا لسان، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. لا يستقيم قلب العبد حتى يستقيم لسانه. فالعبد لا يتكلم إلا خيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أما تتكلم خيرا وتنمي خيرا وتقول كلاما طيبا تصلح بين اثنين، تذكر الله، تسبح، تتكلم كلاما طيبا، وإلا اسكت. فأنت لا تحاسب على السكوت، وإنما تحاسب على الكلام. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإيمان الصحيح. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ ألسنتنا واحفظها عن الكلام في الناس. اللهم طهر قلوبنا من الرياء ومن النفاق، وطهر أعيننا من الخيانة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ على هذه البلاد قيادتها وأمنها ورخاءها. اللهم احفظها من كيد الكائدين وحسد الحاسدين،
ومؤامرة الذين يأتمرون عليها، اللهم احفظها شامخة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا الذين يدافعون عن بلاد الحرمين. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد لآله وصحبه أجمعين.